ولحظات وراح نعرف من اقوى الدبابه الحربيه اليوم. طياره المسافرين 1-2، وهنا انا قررت اجيت بنص المطار واسوي اقوى تحدي بين الطياره الحربيه او طياره المسافرين. هذا اللي سويناه اليوم، جبت دبابه خرافيه رهيبه مثل ما تشوفون امامكم، خليتها بالمطار قدام هنا الدبابه او الرهيبه صعدت بيها مثل ما تشوفون امامكم، ودست السكليتر وهنا انا قبضت. خلي اشوف اقوى هاي الدبابه ام طياره المسافرين. 1-2-3، انفجار رهيب اعزائي المتابعين اعزائي المشاهدين. مثل ما تشوفون الدبابه وقفت بوجه الطياره العملاقه، لكن المشكله الدبابه مثل ما تشوفون احترقت من جوا. نقدر نقول لكم انه يعني القوة متوازية بيناتهم، لكن الدبابة ظلت تمشي. وهنا انا قررت ارجع مرة ثانية واحرك الطيارة، وفعلا مثل ما تشوفون حركتها، وبعدها سويت هذا الشيء. هنا انا ظليت اضربها، بعدين هي تحركت لكن الدبابة انتظرتها تنفجر، وبعدين شفت حتى البولبن مال الطيارة واقع بالقاع والدبابة ظلت مست